اهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه الثانيه والاخيره من برنامج الاهلي الليله، واللي بيشرفنا فيها الزميله الصحفيه الاستاذه نورهان طمان الناقده الرياضيه بموقع وجريده اليوم السابع. استاذه نورهان اهلا بيك منوره شاشه قناه الاهلي. اهلا بيك يا محمد. ايه الاخبار؟ كله تمام الحمد لله. طيب، ما بين الحلقه الماضيه من حوالي شهر للحلقه الحاليه يمكن الاحداث ما اختلفتش شويه، بس حصلت ما اختلفتش خالص لكن حصلت مستجدات. يمكن على الاقل الكواليس في مصر مختلفه شويه عن الاحداث. قيمتي ورصدت الاحداث ازاي سواء في مصر او حتى في اوروبا وفي العالم بشكل عام في ازمه الكورونا؟ بالظبط. بص، هو يعني انا مش متفقه معاك قوي، يعني شايفه انه تقريبا واحد يعني في مصر وبره. في تكامل الانشطه، في لعيبه طول الوقت ما بقاش بنعرف اخبارها غير من خلال صفحاتهم الشخصيه، بيعملوا ايه، بينزلوا فيديوز، بينزلوا صور. انما طبعا التدريبات متوقفه والنشاط كله متوقف سواء هنا او هناك. بس يمكن بالعكس، انا كمان شايفه انه يعني بره من واقع تغطيتنا يعني للاخبار، الميركاتو بره اكثر اشتعالا، يعني الدنيا شويه يعني في اخبار، يعني في ماده، في ماتيريال انت بتشتغل عليه. انما في مصر يعني كل كام يوم بيطلع حاجه، يعني كل كام يوم مثلا عندنا تجديد للاعب في الاهلي، عندنا عقود مش عارف الزمالك، وهكذا يعني كل فتره على فترات متباعده. انما لا، انا شايفه انه بره الدنيا الحراك اكبر، يعني اكبر، لان كمان انت فاجئتني بموضوع الميركاتو والتعاقدات، لان هناك العالم كله ماشي في سيناريوهات الدوريات ترجع ازاي، عقود اللعيبه هتتخفض بنسبه كام، المشاكل الصحيه الموجوده في اوروبا مدى تاثيرها على الدوريات. لكن موضوع الميركاتو كمان ده جديد بالنسبه لي، مين ناقشه نتكلم فيه، او اللعيبه اللي رايحه هنا او بص هنا؟ بص يعني مثلا انا خلينا نتكلم عن الاشهر والابرز. مثلا نيمار. نيمار في النهارده الصحف الاسبانيه بتقول انه خلاص يعني بيقترب، او يعني في كلام حوالين عودته مره اخرى لبرشلونه. فيعني مش يعني في اسماء كتير قوي، بس يمكن ده الابرز. لا، وعلى مستوى كمان بايرن ميونخ كان في لاعب بلجيكي على ابواب بايرن ميونخ، وكان بنفسه في ده كمان برشلونه. لا، في اسماء كتير. ومانويل نوير في مشكله على التجديد لحد حتى الان، ما هو عشان كده بقول لك عايز يجدد سنتين بالظبط. لا يعني في احداث كتير بره الميركاتو، مش الدنيا مش نايمه بره، بيقولوا موجود. بس طبعا موضوع الفيروس كورونا طبعا هو اللي مسيطر. طبعا يعني احنا في حاله ثالثه في برشلونه، نائب رئيس النادي النهارده مظبوط. فيعني ربنا يسلم يعني. وكان رئيس نادي مارسيليا بابا ديوف. لا، وبرشلونه يعني كمان برشلونه ده الحاله الثالثه. الحاله الثالثه فيه يعني ده رقم ثلاثه في النادي. وديبالا وديبالا طبعا يوفنتوس هو من المره استجد الثاني. بص، هو حتى الان يعني كان هو اخر حاجه كان قايلها انه الوضع كان هو يعني في تويت كتير ليه، يعني الوضع الصحي مستقر بس ما تمش شفائه بشكل كامل، يعني فعشان كده يمكن هو مطول شويه يعني. طيب، تبرعات النجوم وفيروس كورونا يمكن مرضى في اوروبا ظاهر بشكل اكبر من مصر او في المنطقه العربيه، رصدتيه ازاي وشفت ازاي الاحداث دي هناك في اوروبا؟ بص، انا شايفه ان المسؤوليه المجتمعيه واحد، يعني كون انه في اوروبا او بره اكتر من مصر يعني بيبقى ليها حسابات شويه، يعني طبعا الاجور نفسها مختلفه، دي حاجه. الحاجه الثانيه، احنا وارد يكون في نجوم كتير بيعملوا ده من غير علن، يعني من غير ما يعلنوا، بس المعلن لا، الارقام مش كبيره. يعني فين محمد صلاح؟ يعني ليه محمد صلاح ما يعلنش ان هو اتبرع لمصر ايا كانت الجهه؟ طب في جانب تاني يقول لك ممكن يكون عمل ده بس بشكل سري. ما انا بقول لك، انا بدات لك الكلام، قلت لك في ناس بتعمل ده بشكل سري، لكن فين رساله التوعيه؟ بالظبط. حتى يعني ما طلعش على الاكونت بتاعه وقال ستاي ات هوم، يعني ما فيش اي نشاط مجتمعي لمحمد صلاح من ساعه ازمه كورونا. انا بدي مثال لمحمد صلاح، بس مثال. لا، مثال صح على فكره. ما يبقاش قاصدين محمد صلاح بشكل هو ظهر بس في فيديو جماعي لفريق ليفربول، نزل على القناه الرسميه عندهم فيديو بيتكلم. هم برعوا بنك الطعام اصلا في ليفربول يعني. بس ده برضو ارجع اقول لك في اطار
فريقه. فريق انما هو محمد صلاح ليه اصلا اعمال خيريه كتير كانت موجوده في مصر. وبالمناسبه ده ردا على فكره ما اصل ممكن يكون عامل ومش قايل. طب ما هو كان بيقول قبل كده يعني ليه المره دي هيبقى عامل ومش قايل؟ انا بهتم لحد رساله توعيه ممكن. لا وهقول لك على حاجه، النجوم اللي بحجم محمد صلاح غيرنا يعني غير الناس العاديه كبير. لازم تعمل ده في العلن عشان تشجع غيرك. يعني هو حتى يعني حتى في الدين يعني سرا وعلانيه، يعني حتى العلن مش عيب. تمام. يعني لانك ممكن تقرر ان انت لو حد غيرك شاف ده فيتشجع فيعمل. تمام. انما انا شايفه انه لا، في تخاذل الحقيقه غير مرضي تماما من نجوم الكوره في مصر بسبب الازمه دي. اللي يعني ما عملش يعني الله اعلم يعني، انما اللي عمل في السر بقى دي بينه وبين ربنا يعني. طيب ده على القياس في اوروبا، لا نجوم العالم نيمار، بنتكلم عن ميسي، بنتكلم عن تشافي، لقت كل عمل تبرعات، يمكن حتى اخر حاجه النهارده نيمار اتبرع بحوالي مليون دولار. لا وارقام طبعا ارقام كبيره، وفي لا يعني تشعر بقول لك بمسؤوليه مجتمعيه لدى النجوم دي. هل بقى مثلا هم كل واحد نيته يعني، هل هم مثلا بيعملوا ده كشو اعلامي كصحافه هو فعلا من جواه مقتنع ان هو ليه دور ومسؤوليه ايا كانت ايا كانت الاسباب، هو النتيجه هي الاهم. ودعم المجتمع في ازمه زي دي ودعم ازمه عالميه، يعني انت حتى مش بتتكلم في حاجه مقفوله. يعني احنا مش بنقول لصلاح احنا عايزين مش عارف كام مدرسه، لا دي موضوع كبير يعني كبير جدا، وتاثيره مش علينا وعليك، ده على العالم كله. بالظبط. بس كلامك مهم، لان كمان في اطار، لو بنتكلم في اطار الرياضه والكوره، في احدى المستشفيات في ليفربول وفي انجلترا تحديدا الاطباء كانوا شغالين على سلوجان وموسيقى لاغاني فريق ليفربول، لن تسير وحدك. شفت الفيديو ده كده على تويتر، كلنا شفناه وتابعناه. فالكوره تحديدا او الرياضه بيبقى لها تاثير كبير جدا حتى على الناحيه المعنويه. طبعا يعني طبعا. الاطباء وهم شغالين لما انسجموا واندمجوا مع الاغنيه ومقاطع الاغنيه، الكل رقص واشتغل على الاغنيه. صحيح. حتى يورجن كلوب في احدى الفيديوهات الشهيره لما شاف الفيديو عيط بكى. صحيح. بكى. بص هقول لك حاجه، ما هو احنا عندنا رجال اعمال ورواد اعمال وناس بتشتغل في الاقتصاد اعلنوا مثلا عن تبرعات معينه او عن تكفل ب ب ب باسر او فيما شابه ذلك، بس الجمهور مش هيستقبل ده بفرحه عارمه زي لما هيشوف نجم زي سين بقى من الناس، عشان ما نبقاش يعني موجهين ضد بشكل شخصي يعني. بس اسم او 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 نجم بيحبه اتبرع، هيبقى الاحساس نفسه والشعور ومدى الفخر جواه اكبر. مظبوط. لانه فعليا في ناس كتير بتتبرع وفي ناس كتير بتساعد بعض يعني. يعني مش نجوم الكوره بس اللي ممكن يكونوا احنا بندور عليهم، لا في رجال اعمال كمان كتير يعني. اكيد. طيب الدوري المصري سيناريوهات العوده صحفيه، وبالتاكيد بتناقش الموضوع ده، وعندك مصادر وبتعملي تليفونات، وحاليا بقى ستي ات هوم يعني موجوده في البيت، ما بتنزليش الموقع اعتقد او الجرنان، صح؟ ما بنزلش، انا بشتغل من البيت. بتشتغل من البيت اونلاين. طيب المصادر بتتكلم ازاي عن الاحداث الحاليه؟ ممكن الدوري يرجع ازاي؟ سيناريوهات استئناف المسابقه، تاثير ده كمان على النشاط وعلى الكوره في مصر. بص انا يمكن بمناسبه التليفونات كان في تصريح خاص كنا واخدينه من استاذ وليد العطار اللي هو القائم باعمال المدير التنفيذي حاليا بالظبط في اتحاد الكوره، هنأجل هنكمل هنعمل ايه. قال يعني بشكل يعني دايركت جدا، حتى الان مفيش الغاء للدوري. ده شيء كويس حتى الان. بص هو حتى يعني هو بيكلمني حط على تحت حتى الان دي حتى هذه اللحظه خطوط كتير. فانا انت يعني انت حضرتك فاهم انه فكره ان انت في النهايه بتتناقش مع المصدر. طب يعني حتى الان دي معناها انه 50 50 يعني 50% و50%. فيعني قال لي يعني ممكن يعني ممكن نقدر نقول ده. بس انا يعني ارجع اقول لك رايي انا الشخصي، هو انت ليه تلغي دوري؟ يعني ليه تلغي المسابقه؟ ترجع وقت ما ترجع يعني، ترجع بعد شهر بعد اثنين بعد ثلاثه، مش هي كده كده بيصير هتتلعب؟ مظبوط. طيب ما هو لما تبقى تتلعب كملها. يعني مع يعني ايا كانت الفتره، حتى لو هيتم تاخيرها لشهر 7 أو 8 متعودين على مش عليها. عايز اكون حد متشائم، حد لو هيتم تاجيلها سنه بس في النهايه هتتلعب. حتى لو تم تاجيلها سنه هتروح فين؟ هل ينفع نعيش من غير دوري مثلا؟ لا طبعا، دي يعني قصه كبيره جدا. هيتلعب الدوري اجلا ام عاجلا، اما يتلعب يتكمل. ايه الفكره، ايه المغزى من ان انا اطرح فكره الغاء الدوري اصلا ليه؟ على فكره سواء في مصر او غير مصر. هو حتى لما اطرحت الفكره في اوروبا وكانت من بلجيكا تحديدا،
لقى رد هتلاقي فعل بس سلبي. هتلاقي الانديه اللي ما يعني ايه اللي مالهاش يعني ما عندهاش امل في البطوله يقول لك لا الغوا الدوري. وهو بلجيكا لما خدوا القرار رئيس الاتحاد الاوروبي قال يا جماعه انتوا بتلغوا دوري ايه؟ انا باجل الدوريات او البطولات الكبرى في اوروبا عشان ادي مساحه للدوريات تكمل، تيجي انت تلغي لي دوري؟ ما هو تصرف او قرار غير مفهوم. يعني انت لما بتيجي تاخد قرار بيبقى ليه مميزات وسلبيات وعواقب. انت مدرك كم العواقب اللي هيعود على الكوره سواء في مصر او غير مصر من الغاء مسابقه زي مسابقه الدوري بكل الفلوس الملايين الملايين اللي بتدفع فيها سواء على لعيبه او بالزبط. على ماتشات وبث تلفزيوني. يعني ايه وجه الاستفاده؟ عشان الاحداث. طب ما هو يعني ان شاء الله الاحداث مسيرها هتعدي ومسيرك هتقرر في وقت من الاوقات ان انت ترجع عوده النشاط مره اخرى، فلما يبقى يرجع نكمل الدوري. طيب فايلر كان طرح فكره في حواره الشهير طبعا اللي عمله من اسبوع، وقال ليه ما نعملش دوره مجمعه؟ الفكره اللي طرحها فايلر على فكره اتطرحت في اوروبا بس بقياس مختلف وبمكان مختلف، بس فايلر قال لك ممكن عندنا ملاعب نعمل ده، اوتيلات ممكن تسمح بده، معسكر مغلق لكل الانديه نلعب مراحل كتير من الدوري ممكن نعمل ده الفتره الجايه. ده سيناريو اتنائي او سيناريو طرحه رينيه فايلر، لكن القائمين على الكره في مصر ما بسمعش حتى افكار او اطروحات او اي شيء. بصوا طبعا يعني اقتراح يعني يشكر عليه طبعا كل حاجه، هو في النهايه عايز هو عنده قنبله موقوته اسمها لياقه بدنيه للعيبه دي اكبر ازمه؟ من يعني انا كمدير فني في النهايه لو بتكلم على ازمه شخصيه ممكن تطال، يعني ان انا عندي لعيبه بتتدرب كل واحد هيبقى خايف اكيد على نفسه وبيشتغل على نفسه كل حاجه، بس مش زي ما هم قدام عيني، مش زي ما انا بعمل لهم تدريبات ويعني ما طبعا ما حدش هيخم بس ان هو يجي على عليه هو شخصيا بس ده في التمرين نفسه المدرب بيعمل سبرنتات للعيبه ما في لعيبه بتخم طبعا بس اقصد اقول لك ان هو في النهايه مصلحته انه يكون في استمرار للنشاط، بس طبعا اقتراح انا شخصيا مش معاه خالص يعني خالص. شايفاه صعب التنفيذ؟ مش بس صعب التنفيذ، مش صح في رايي. يعني انت عندك يعني فيروس بيجي لك من حيث لا تحتسب يعني فيروس في الجو، فيروس بينتقل بالرذاذ بالظبط. احنا طول الوقت بنقول الاسطح وال لو مسكت ايه شيل ايديك من لو مسكت مش عارف ايه تعقم وفي وناس يعني انت بتسمع عن ناس كبيره قوي ومناصب بتصاب بده مش معقوله يعني مهملين يعني لو يعني اكيد هم برضه عندهم قدر كبير من الوعي بالزبط. ومع ذلك يعني لا قدر الله بيصابوا فايه الفكره من الريسك ان انا اخد الريسك ده عشان يعني لا يعني قضى اخف من قضى انا شايفه كده يعني. طيب ازمه انتقالات الصيف وازمه التعاقدات في الفتره الحاليه، فيروس كورونا بدا تاثيره على هذه الازمه وعلى هذا الموضوع تحديدا بنسب، ممكن تكون نسب مرتفعه، نسب متوسطه، نسب منخفضه، شايفاها ازاي؟ بص هو انت اصلا في اطروحات كتير حوالين تخفيض عقود اللاعبين سواء قررتها او ما قررتهاش لكن في النهايه قائمه وفي ناس اوريدي قررتها، فانت بتتكلم على ميركاتو جاي في عز الازمه دي مظبوط او يعني يا رب طبعا يعني نتمنى انه لما الصيف يعني يدخل بشكل كامل يبقى ما فيش ازمه اصلا، بس حتى الان الميركاتو ده في وقت الازمه دي فلما انت بتتكلم عن تخفيض عقود لاعبين اوريدي عندك فانت لما تيجي تشتري او تبيع اعتقد يبقى لازم يبقى فيه مراعاه للظرف الاقتصادي بشكل عام. القيم يعني نفسها هتقل اكيد المفروض بعد ما كانت الارقام بتوصل ل 150 و200 مليون يورو، ما اعتقدش ان في نادي اصلا هيكون عنده القدره الشرائيه ان يدفع المبلغ ده. وعايز اقول لك وحتى لو عنده يعني ما هو انا هيوفروا للرواتب بالظبط، كنت لسه اقول لك انا مش معايا شويه فلوس اروح اجيب بيهم لاعب واقعد يبقى عندي عمال وعندي عماله كتير ومصارف دخل يعني حاجات للدخل تاني اكتر عندي انا مش لاقي ادفعها ازاي. فلا اعتقد انه لا هيتم مراعاه ده طبعا ما فيش كلام يعني. طيب في مصر ما سالتيش ليه الموضوع ده ما سمعش في مصر؟ اللي هو فكره التخفيض وفكره ان العقود تبقى مش بنفس القيم الماليه اللي بنسمعها. انا حاسس ان احنا في موضوع مختلف. احنا عندنا لعيبه يعني ما يعني مش عارفه انا حاسه انه يعني في لعيبه اللي هو يعني عضه قلبي ولا تعض رغيفي يعني لا واخدين الموضوع يعني على اعصابهم قوي، محدش يقلل لنا ومحدش ينزل لنا عقود. ما في ناس يعني اعتقد انه يعني انسانيا يعني انه ده مش شيء مش يعني شيء طارئ ومش شيء دايم
مفيش مشكلة لو اعتبرت انه ده ازمة صغيرة وانت يعني طلعتها للآية يعني مثلا، يعني اقصد اقول لك انه لا، هم عندهم تمسك وتشبث شوية كده غريب يعني. طيب التخفيض اللي حصل في الدوريات الأوروبية، بل وصل في برشلونة ل 70% واتلتيكو مدريد 70%، الرقم ممكن يكون رقم كبير، لان لو قستيه على القيمة المالية مثلا، لو ميسي مثلا لو بياخد في الاسبوع حوالي مثلا، انا طبعا ما اعرفش الرقم بالظبط، بس بتتكلمي مثلا في الاسبوع مش عليه مثلا من نص مليون يورو، فبتتكلمي في الشهر 2 مليون يورو، ده رقم ممكن يكون منخفض جدا او قليل جدا. لكن لو بتتكلمي في خصم 70% من الرقم ده، تتكلمي عن توتال بقى في النهايه رقم كبير. ما هو انا ارجع اقول لك، هو في النهايه سيستم. لو انت عندك الحس المجتمعي هتتغاضى، يعني هتتجاوز الامر. تمام. انما يعني يمكن انا شايفه ممكن يكون فيها قله ثقه شويه ما بين اللاعب والاداره يعني عندنا في مصر حتى. لا بس برشلونه برضو كانت فيها خناقه. ما هو بص، ما اكيد شفت حاجه، البيان بتاع ميسي اللي صدر قبل بيان بارسا بدقائق قليله جدا. ما فيش حاجه يعني، ما فيش شخص يعني، دي طبيعه انسانيه. انا باخد راتب معين، انت هتيجي تقلله لي مش هبقى يعني مبسوط قوي، بس يعني اقصد اقول لك انه في النهايه ايه اللي تم، انه في سيستم خلاص، سيستم اتحط الناس كلها بتمشي عليه. زعلان بقى معلش يعني نبقى نراضيك بعدين، انما هو حاليا في سيستم، والسيستم ده مش انا مش عامله كرفاهيه يعني، او مش عامله كان انا بضايقك، مجبر عليه، انا مجبر عليه لان بقى لي شهرين زيك. مفيش مداخيل ماليه جايه لي، فانا بعد شهرين ثلاثه مش عارف ادفع الرواتب ديت بالظبط. فيعني لا، اعتقد انه حتى لو في اي دي مش يعني مش مشكله يعني. عارف يا نورهان، النهارده بنتكلم 4 ابريل، كان المفروض خلال الاربع ايام اللي فاتوا كان داخل في الدوري الفرنسي ما يقرب من حوالي 154 مليون يورو ايراد البث الفضائي في شهر 4 يتوزع على بعض الانديه، ما بالك الرقم ده تم ايقافه وما دخلش الخزائن الانديه. الدوري الفرنسي. اللي هو مش رقم واحد في المشاهده. مش ده رقم 5. تخيلي. تخيل بقى انت البريمير ليج، يعني انت بتخيل الدوري ممكن الانجليزي. ممكن يكون ضعف الرقم ده 5 مرات في الشهر ده. فلا اقتصاد ضخم جدا وفلوس كبيره جدا، ما يعني ضايعه زي ما بيقولوا. فيعني ما كل واحد، بس هو المشكله كل واحد هيبقى باصص لنفسه، يعني باصص بشكل فردي، انما بشكل عام لو بصيت على الموضوع كله من بره او من بشكل اقتصادي بحت، هتلاقي لا ده طبيعي جدا. طيب عندك احساس ان الدوريات الاوروبيه في الخمس دول الكبرى، انجلترا، فرنسا، المانيا، ايطاليا، اسبانيا، الدوريات تكمل فيها؟ يعني اعتقد حتى لو في كلام حول يعني شهر 6 7، لو وصل التاجيل لشهر 6. يعني لا، بس هي هتستكمل يعني. يعني انا في رايي انه ما فيش مفر لده، هي هتستكمل امتى بقى طبعا على حسب ما هم يحددوا. احنا عندنا زي ما يعني ما كنا بنقول انه بيبقى صعب شويه على المسؤول فكره الالغاء. عندك مثلا طوكيو كان صعب عليهم قوي بعد الملايين والاستعدادات اللي دفعوها دي كلها ان هم يلغوا بسهوله، فبقوا لاخر لحظه مش عايزين يلغوا، مش عايزين يعلنوا فكره سوري التاجيل، مش عايزين ياجلوا، ومش عايزين عايزين يلعبوها في ميعادها وعشان الفلوس دي كلها، بس هو في النهايه اضطروا ان هم ياجلوا للسنه الجايه. فالدوريات الاوروبيه هتستكمل يعني، انا في رايي هتستكمل، بس يعني الى ان بقى يعني يحددوا هم يعني. في كمان الماتشات المتبقيه، بتتكلمي في بعض الدوريات من 10 ماتشات لدوريات اخرى 12 ماتش، فمش بالعدد الكبير مش يعني. مش كبير لا خالص، لا خالص. حتى الدوري الانجليزي كان متبقي ماتش او اتنين ويتحدد بشكل رسمي البطل ليفربول. ليفربول بقى يعني 30 سنة. لا واضح ان هم يعني في عمل معمول لليفربول يعني، ما حاجه فعلا غريبه يعني بعد 30 سنه. وكمان الدوري اللي فات هم كانوا يعني تقريبا فرق قد ايه، فرق نقطه او اتنين باين حاجه زي كده. السيتي حسمها في اخر اسبوعين. يعني لا أزبوط. الموضوع كان يعني موضوع يضايق فعلا يعني. طب القرار اللي اتخذ في بلجيكا على نفس القياس، لو في اوروبا في انجلترا تحديدا ممكن ياخدوا نفس القياس ولا هيبقى صعب ان هم يلغوا لو لغوا وقالوا ليفربول بطل الدوري؟ يعني انت توقعي لا توقعي ان هو مش هيعملوا ده، مش هيعملوا ده. توقعي يعني القياس ده هيبقى صعب، لان مفيش لائحه بتحكم ده على فكره. اصله الدوري الانجليزي تحديدا من يعني رقم الدوري الاول، رقم واحد في العالم. في فكره انه ما بيتحسمش بسهوله، بيتحسم دايما في اخر لحظه. فيعني حتى لو ليفربول هو الاقرب دلوقتي بنسبه كام، 95% مثلا، او ماتشين، هي 3 نقط او 6 نقط. ما هو الماتشين دول على فكره ممكن يخسرهم. في انجلترا كده، ما هو خسر من المتزايل الدوري. مظبوط، انت فاهمني. فهي في انجلترا بالذات، يمكن بلجيكا ممكن يكون الوضع مختلف، لما في انجلترا بالذات لا، لازم تبقى ضامن يعني، انت بتبقى ماسك البطوله وانت مش مصدق. بلجيكا يعني قال لك انا هكتفي بالجولات اللي اتلعبت ومش هلعب البلاي اوف، يعني هو بعد ما بيخلصوا الدوري
بياخدوا الستة الأوائل يلعبوا دورة البلاي أوف عشان يتحدد أن تتأهل لأوروبا. قال لك لا مش هلعب البلاي أوف. زي على فكرة شبه الدوري عندنا يعني شبه الدوري عندنا هو طول الوقت بنسبة كبيرة هو محسوم للأهلي، والدوري ده نفسه بنسبة 98% محسوم للأهلي. الناس في مصر مستنية تشوف الناس في أوروبا هتعمل إيه فنعمل زيهم. والله بص يعني أصل أقول لك حاجة، وارد وده مش عيب يعني، هو حتى لو كده مش عيب بس هي القصة كلها إنه أنت هتبقى طول الوقت متأخر، يعني طول الوقت بتاخد قرارات متأخرة، والتأخير دوت بيأثر طول الوقت على اللعبة نفسها وعلى الصناعة نفسها. انت لو عندك مسؤولين يعني بيجتمعوا طول الوقت وبيفكروا طول الوقت وبيحاولوا بيوجدوا حلول طول الوقت، مش هتبقى قاعد مستني تشوف مين بيعمل ايه عشان تعمل زيه، وفي النهاية تطلع بقرارات متأخرة. بس منذ قرار التأجيل من 15 مارس اعتقد ما كانش في اجتماعات. لا بيجتمعوا بس مش كتير يعني، واعتقد يعني كلها فيديو والكلام ده او تليفونات انما اجتماع بشكل تقليدي لا، لانه حتى على مستوى الانديه ما حدش دعا الانديه الاجتماع حتى عبر الفيديو كونفرنس لمناقشه الامر. لا احنا تقريبا ما شفناش غير الاهلي بس هو اللي عمل اجتماع بالفيديو كونفرنس، الباقي ما كله تقريبا تليفونات يعني. والنادي الاهلي خد قرار مهم جدا وقتها، المجلس الاداره قال لك هعمل دراسه وكل مدير يعمل التصور بتاعه عشان يشوف الفترة الجاية احنا كقطاعات مختلفة داخل النادي نعمل ايه، هنتعامل ازاي مع التداعيات ديت. طبعا لانه بص هو ادارة النادي الاهلي طول الوقت مختلفة عن ادارات كتير قوي في المنظومة الرياضية في مصر، مش دلوقتي بس من قبل كده، ويعني يمكن من قديم الازل فعلا. وادارة النادي الاهلي طول الوقت عندها بتمشي بشكل مؤسسي، بتمشي بشكل منظم، العشوائيه شويه مش بتبقى موجوده في قرار ايا كان اسم رئيس النادي. فانا اتصور انه حتى الازمه دي الاهلي مشي فيها بخطوات ثابته جدا، اداره النادي علقت ثم وقفت النشاط ثم بتقرر تشوف هتعمل ايه في الوقت دوت، تستغل حاله الركود ديت في كلام حوالين ملعب التتش، في كلام حوالين الفروع المش عارف يعني الامور الشق الاجتماعي في ملفات كمان. بالظبط. فلا اداره النادي الاهلي انا في رايي ان هي مختلفه كتير عن انديه، عن حتى اتحاد الكوره. لا وعندنا كمان حاجه مهمه جدا في النادي الاهلي في التوقيت ده، النادي الاهلي قبل الاحداث دي كان اطلق مسمى مهم جدا، مؤسسه الاهلي المجتمعيه. صحيح. ان شاء الله الفتره الجايه المؤسسه هيكون لها دور كمان يا رب باذن الله في الملف ده. كان في برنامج كابتن محمود برنامج عائله الاهلي. كان في برنامج الانتخابات، وطبعا استمرارا لتنفيذ الوعود الانتخابيه يعني ده جزء منه، واعتقد ان مفيش فعلا وقت انسب من كده ان هو يتنفذ فيه باذن الله ان شاء الله. طيب امر تاني متعلق بقى ب فكره الدوره الاولمبيه، دوره طوكيو، الفيفا بالامس طلع توصيه او قرار مهم جدا متعلق باللاعبين اللي هيشاركوا في الدوره الاولمبيه بالنسبه للمنتخبات، نفس الجيل ونفس المواليد اللي تاهلت للدوره طوكيو اللي كانت هتتلعب في الصيف اللي جاي هتبقى موجوده في صيف 2021. قرار كان متوقع واحنا حتى هنا ناقشناه واتكلمنا فيه وكنا متوقعين هذا القرار. بص هي ما فيش شك انه في مأزق تمام، الخروج منه ازاي قد لا يرضي الجميع يعني، انه انت في سنه تقريبا يعني بني ادم بيتغير يوم ليله، سنه ترحلت. ايوه صحيح، سنه ترحلت فعلا كانها وقعت ثلاث برمودا بالظبط كده. فيعني اي قرار من مؤسسه شبه المؤسسه اللجان الاولمبيه والكلام ده كله هتلاقيها بتحاول تعمل اقصى ما عندها للاعتبارات كتير. الاعتبارات انه في مثلا عايزين البطوله تبقى متشافه كويس فنزعها في الوقت الفلاني او نقيمها يعني في الوقت الفلاني عشان ما تتعارضش مع مثلا دوري ابطال اوروبا مثلا يعني. اصل اقول لك انه في النهايه يعني في اعتبارات كتير قوي المسؤولين فعلا هم في موقف لا يحسد عليه تماما. حتى البطوله مؤجله بنفس المسمى طوكيو 2020. الدوره الاولمبيه اللي بعدها تلعب 2024 بعد احنا نبدا سنين. بقى احنا بقى نكتب واحنا بنكتب فنبدا ايه ده 20 واحنا في سنه كام ما بين السنه بص هو الوضع كله يعني لم يحدث من قبل يعني، حتى الدوره الاولمبيه لما تأجلت قبل كده تأجلت بسبب الحرب العالميه الثانيه. فانت بتتكلم على لم يحدث من قبل، ده الحج والعمره لا لو انت بتتكلم عن مستجدات في الموضوع دوت حقيقي بنشوف حاجات اول مره نشوفها يعني. طيب على المستوى بقى الاعلام والصحفي، هل بتجد صعوبة في تناول موضوعات بتضحكتي؟ بنجد صعوبة، احنا يعني فعلا بنتعب قوي فعلا يعني الفترة دي. طيب تعب كبير قوي عقبال ما هو اصله مفيش نشاط
والناس عايزين اخبار يعني. اخبار اخبار نجيبها منين؟ حوارات او تقارير بنعمل بس نجيبها منين يعني؟ ما هو ما في في سيكشن اسمه اخبار، ده عاملاه ازاي؟ فلا بنتعب، بنتعب بجد الفتره دي، تعب كبير قوي. انه انت تبقى بتصحى كل يوم شايل هم انا هجيب شغل منين بجد يعني، هجيب منين؟ ما هو يعني بنقعد ندعي ربنا تحصل اي حاجه عشان نبدا نشتغل يعني، فاهم؟ فلا الوضع فعلا صعب يعني. الصحافه بتتاثر بالاحداث الحاليه ولا بالعكس الاحداث الحاليه ممكن تكون ماده دسمه لتناول قضايا ممكن ما كانتش مطروحه قبل كده مش دلوقتي؟ بص، هو ممكن انا اتفق معاك في الفكره دي، بس شويه للشق التحقيقي شويه اكتر من الشق الخبري. يعني انا لو انا شغاله على ملف تحقيقات، حتى ملف تحقيقات رياضيه مثلا، هيبقى عندي ممكن يبقى عندي افكار كتير ممكن ابدا انفذها. انما الشق الخبري لا، في مشكله كبيره بجد يعني، احنا فعلا بنقابل مشكله جدا. المشكله في الشق الخبري طبعا. اصله انت كان عندك مثلا، انا بتكلم على مصر اهو، كام فريق بيتدرب كل يوم، كام فريق عنده واخد راحه سلبيه، كام فريق عنده ماتشات، كام فريق انت بتعمل احصائيات على ارقامه واللي بيعمله واستمرارا ل يعني فكره البطوله نفسها انت بتبدا تعمل عليها كفرنج كشغل، كل ده مبقاش موجود. يعني هجيب منين يعني؟ وحتى الحوارات ليها مده معينه وخلاص، هتلاقي نفسك. بص، احنا بنعمل حوارات تمام، وعايز اقول لك حتى كمان بنعملها بالتليفون، لانه يعني فكره بنقلل حده الاختلاط يعني. الحوارات موجوده وقائمه، بس هو انت برضو لما تيجي تكلم مصدر هتساله في ايه؟ ما دي برضو تبدا تقعد تفكر، طب انا هسال المصدر ده في ايه؟ هساله بقى على حاجات بقى، اتكلمنا عن ذكرياتك بقى يعني، اتكلمنا عن مش عارف الماتش ما نسيتوش. انما حاليا لو طلعت بسؤال او اتنين في الوقت الحالي يبقى كويس قوي يعني. لو سؤال او اتنين يعني يبقى كده كويس، يبقى كده حلو قوي يعني. طيب ايه القضيه اللي ممكن تناقشوها كصحافه في الفتره الحاليه؟ بص، هو ما فيش اكتر مهم للناس، انت في النهايه انت مرايه الناس. الناس ايه اللي هيدوروا عليه فانت بتديه لهم. طيب هل الاخبار الرياضيه دلوقتي بتتاثر نسبه قرايتها عن الاول بالسلب بسبب موضوع فيروس كورونا؟ بنسبة كبيرة. بنسبة كبيرة. بنسبة كبيرة إلا إذا كان برضو الموضوع مختص بكورونا. يعني إلا إذا برضو لو الموضوع أو موضوع جماهيري أوي، زي مثلا تجديد لاعب مهم في الأهلي. مش عارف مين هرب من يعني، بس ده هياخد لحظته وخلاص. بالظبط. يعني هو اخره يوم او اتنين والناس بتبدا السوشيال ميديا تتفاعل معاه، ما كده الناس هتبدا تشوف موضوع، بعد كده الناس تبدا تشوف حاجه ثانيه، وبرده هيروحوا راجعين تاني لكورونا مثلا. يعني لانه ما فيش اهم من صحه البني ادم. لكن الصحافه الرياضيه اتاثرت بسبب الاحداث طبعا طبعا. وعلى فكره مواقع كتير قوي، حتى الرانك جوجل نفسه التصنيف رجع مواقع رياضيه كتير كبيره جدا. طيب على القياس فوق، اكيد شفت المركز اسان الفرنسي فوتبول بيتعاملوا ازاي؟ بص، هو انا في رايي ان هي نفس الازمه برضه، نفس بس الازمه. بس ارجع واقول لك، هم شويه عندهم الصفقات يعني في دايره شويه يعني، في حراك شويه في موضوع الصفقات اكتر من عندنا. فده غالبا هتلاقيه هو المتسيع يعني. مثلا الصحف الاسبانيه النهارده كانت بتتكلم عن نيمار والفيديو كونفرنس اللي عمله زين الدين زيدان مع اللعيبه بتاعته عشان كورونا يعني. يعني ده تقريبا ثلاث اكبر جرايد في اسبانيا كانوا بيتكلموا عن ده بس. تمام. طيب اخر حاجه، ممكن البعض في الصحافه دلوقتي يكون منشغل بيها بخلاف الكتابه والصحافه، ممكن يكون منشغل بايه؟ السوشيال ميديا. هيجيب شغل منين؟ واجيب شغل منين؟ ده اهم حاجه. طبعا يعني هيجيب فعلا، هيجيب شغل منين؟ تمام. بالتوفيق يا نورهان، بالتوفيق ليك يا رب، وان شاء الله المره الجايه يكون الاحداث اختلفت شويه والامر حصل فيه حراك شويه ونبدا نتكلم في الكوره. بس نتمنى يا رب الاسبوع الجاي يكون الامر اختلف وللاحسن يا رب في مصر على الاقل. يا رب كل اسبوع ان شاء الله في لقائي معاك باذن الله يبقى في احداث اكتر باذن الله. يا رب باذن الله. شكرا ليك وكل التوفيق ليك يا رب واليوم السابع. شكرا جزيلا. فقره كانت مهمه جدا، لان احنا كمان محتاجين نتكلم عن الصحافه. يعني الصحافه بتناقش الاحداث حاليا ازاي؟ الصحافه بتناقش الاحداث القرويه ازاي؟ فيروس كورونا وتاثيره مش على الرياضه فقط، لا على الرياضه وعلى الصحافه وعلى الاعلام. كل ده كنا بالتاكيد لازم نناقشه في هذه الفقره الحواريه الثانيه والاخيره من برنامج الاهلي ليله. بشكر حضراتكم بالتاكيد على حسن المتابعه والمشاهده، وباذن الله نلقى في حلقات اخرى قادمه من برنامج الاهلي ليله. شكرا والى اللقاء.